طبخ الهيا. أهلا أهلا. مين عم يغنى جوا؟ مروان إيهاب. سوري كيفك؟ شو رح نقعد بالمسرح تنترك المدام تشتغل على رواق. أوكي. في ريحة طبخ بس تجي الأم خلص بيتغير ريحة البيت. يا أهلا يا أهلا يا أهلا. أعطينا بوسة. شو عم تطبخي له؟ مكرونة بشاميل. أوه سواري. كيفكم؟ تعرف شو بقول المثل؟ شو بقول المثل؟ شو بقول المثل؟ هذا كل ما بدنا نقول هذا المثل بدنا نعمل هالموال. لا اتركون اتركون. تعالوا ايفال على الانستغرام. شو ايفال على الانستغرام؟ فوتوا قدامي على المسرح. رح نتركي. لا تفضلي تفضلي. بتسكر المي دغري بسرعه. سلم عليك انا. اتركون اتركون انستغرام. اتركون. طلع على بالي شيء هيك. شوف نتنبى شوي لقدام. كل واحد منكم يتنبى لقدام شوي هيك. نهار يلي بده يفل. ما فيش حدا رح يقعد هون لحاله يعني. بالنهاية كلكم بدك تفل. يعني نهار الجمعة عشية باي باي. نهار السبت بصير بالبيت. صار بالبيت. راح يفتح صفحة انستغرام. انستغرام هيدا الشيء صفحة. طيب هيدا بس تفوتوا على الإيفال رح يكون في شيء توقفوا عليه. بس هالصفحة رح تعتبروها كمبيوتر قدامكم ورح تعملوها يعني هاشتاج. شو تبعكم؟ شو الجملة اللي بتحبوها؟ شو الصورة؟ شو بدك تكتبوا عليه؟ هاي صفحتكم. هاي صفحتكم. انتو ظهرتوا من هون. شو راح يكون اول شعار لكم؟ شو راح تقولوا؟ شو الجملة اللي طالع عبالكم تقولوها اول يوم بعد الاكاديمية تحطوها هاشتاج؟ كل شيء. وشو هي الرسالة اللي راح تحطوها هالفيلم الدقيقتين ثلاثة اللي راح تغنوه للناس؟ دقيقتين ثلاثة؟ 15 ثانية بحق لنا على الانستا. 20 ثانية. فيلم. شو بدك نقلك؟ مثل شو بدنا نوصل يعني؟ يعني مثل مشهد؟ لا غنوا لنا بس. شو ما كان ايه يعني. انا رح اعطيك 3 دقائق. رح من هلا بنتصل نحن بالجماعه هول تبع الانستغرام وبيعملوا لنا استثناء انه فيك تسجل 3 دقائق او دقيقتين ونص. وهلا انا بتصل انا وظاهره بس مشان التنين بعد الظهر بيفتحوا لنا اياها. بس بحب فيكي مدام. وكل قصه والها حلها. وهيدا رح يكون واقف. فرجونا هالشي اللي رح نكبسه ونحضر شو رح تسجلوا لنا بدقيقتين او دقيقتين ونص. وفرجونا شو ممكن صفحتكم تعبر عنكم. يعني احنا نكتب قبل ندخل الايفال ولا ايه انتم صفحه. هاي صفحه. يعني انتم مش موجودين يعني. في هيك حديدتين رح يكونوا رح تحطوها. نحن رح نتفرج على الصفحه ورح نتفرج على الفيلم. طيب نحن ما نكون واقفين وراها؟ لا ما فهمتوا حاجه ولا هلا نقول لا حبيبي. اول شيء الصفحه بتكتبوها من هلا. بدك تحضروا لي صفحه بس تحطوها كاني فتحت انا كتبت محمد عباس وفتحتها طلعت لي صفحه. شو عامل عليها انت؟ شو كاتب؟ شو بدك تكتب؟ شو الهاشتاج؟ شو الاسم؟ شو حاطط؟ شو طالع على بالك؟ عمول بدك اياه انت عذوقك. هيدا الانستغرام فاتحين لك شيء عذوقك. يعني هنكتب كأنه اطلبوا اللي بدكم اياه. اول يوم اها اها اها. كل واحد له هي صفحته. كل واحد هي صفحته. اكتبوا عليها. فهمت يا انت؟ فهمتها. ايه يكتب عليها اللي بده اياه. صوره هون يمكن ما بعرف شو الهاشتاج. شو هي الجمله اللي بدكم اياها وكذا. بس توقفوها هيك. بس انتم تفوتوا وتبلشوا. بنكون نحن انتم حاطين شيء حاطين فيلم لنا على الفلاش كبسنا عليه وحضرناكم. اوكي وخلص. احملوا وروحوا. احنا الهاشتاج ده حوالينا واحنا يعني اكن الهاشتاج ده حوالينا واحنا الفيديو اللي في النص. احنا الناس اللي هي الصفحه. هي الصفحه.